بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، وزارة المعارف، الأمانة العامة للتربية الخاصة، المكتب المركزي الناطق بالرياض. الوجه الأول يبدأ حالا. الشريط الأول، عنوان الكتاب: دكانة الكتب، رحلة إلى جزر التراث. تأليف محمد خير رمضان يوسف. الطبعة الأولى، بيروت، دار ابن حزم، 1419 هجرية. مقدمة: لو لم يظهر الكتاب لاعتللت. هذا ما قلته لبعض إخواني عن كتاب صدر لي بفضل الله، وكان الاهتمام به كبيرا، وجمع شتات مادته مرهقا، والحرص على أن يأخذ طريقه للنشر هاجسا، مع هم المسؤولية مذ كان فكرة، وذلك لمزيد الحاجة إليه وخلو الساحة من أمثاله أو ندرته. وصاحب كل ذلك قلق وتوتر وخوف من أن لا يكتمل العمل، أو لا يرغب فيه ناشر فلا يرى النور، فيضيع الجهد ويبقى الهم. إنه باختصار خوف وترقب قبل إصابة الهدف أو قبيل إعلان النتيجة. أما هذه السلسلة، سلسلة الكتب النادرة، فكان أول كتاب فيها هواية أخذت بمجامع نفسي وسيطرت على جل اهتماماتي. كنت أريد من خلاله أن أخترق حجب الثقافات العادية والمطالعات المتكررة والشواهد المعروفة، وأن أمد يدي إلى عناقيد شهية جميلة في أشكال غريبة وثمار مختلفة تقدم على مائدة أثرية بطعم جديد لم يألفه اللسان أو لم يتذوقه أكثر القراء. فوجدت بغيتي في بعض الكتب الغريبة أو النادرة التي تحمل بين طياتها بعض ما حلمت أقتطف منها ما هو غريب أو عزيز أو مفيد أو جميعها معا. وكانت هذه النوعية من الكتب أيضا عزيزة نادرة، فلم أقدر على الحصول على ما أريد منها في جميع محتويات كل سلسلة، فكان أن اتجهت إلى البحث عن الأخبار والأقوال النادرة ضمن الكتب الجامعة أو ما يعرف الآن بكتب الثقافة العامة. فكنت أطلع على موضوعات الكتاب لأنتقي منها ما يوائم الهدف الذي ارتأيته لهذه السلسلة، وإن غلب على كثير منها من بعد نوع الفائدة مع التشويق. وبعد أن مضيت قدما في هذه السلسلة، رأيت نفسي مدفوعا إلى البحث والتقصي عن أمثال هذه الكتب، مع الحرص على عدم تكرير الموضوعات المتشابهة واستبعاد الكتب الكبيرة ذات الأجزاء. وهكذا تمثل أمامي هذا العمل موسوعة وليس مجرد سلسلة، وتوضح أمامي الهدف والغاية بعد إنجاز عدد لا بأس به من أعداده، وبعد أن لمست فائدته بنفسي وكذا غيري من المهتمين التربويين، حيث أردت جمع شتات الأخبار والأقوال والحكايات والموضوعات النادرة في هذه الموسوعة مع التشويق والفائدة واستبعاد ما هو ضار، لتكون ثقافة أدبية تربوية إسلامية عامرة ناضجة يستطيع الأب أن يزين بها مكتبته المنزلية ويضعها بين أيدي أولاده وهو لا يخشى من ورائها أي آثار سلبية، بل يتمنى أن تبدو آثارها الإيجابية وتتفتح من خلالها مواهبهم الخفية، كما يحرص على اقتنائها العالم لتكون محط راحة لرحلته الفكرية المتتابعة، وينصح بها طلابه وتلاميذه
لتقدح ذكاءهم وتهذب نفوسهم التي لا شك يعتريها الملل، وتنوع ثقافتهم فلا تكون مقتصرة على علوم معينة، فهي طريق مختصرة ونافذة مفتوحة على علوم متنوعة وفنون متعددة. وتقتنيها المكتبات مع اختلاف تخصصاتها، وهي حريصة على جمع المفيد النافع، وهي رحلة مشوقة مذللة لأي شخص يحب ارتياد التراث الإسلامي ومعرفة أسراره. ومن أسباب امتداد هذه السلسلة رغبتي في أن يشاركني القارئ فيما أعرف، فلا تكاد تمر بي فقرة تعجبني إلا وأقيدها لأنقلها بدوري إلى القارئ، وهذا ما أدى إلى أن لا تتحمل هذه الموسوعة الطموحات الكبيرة من خلال المطالعات المستمرة، حيث تمر بي أقوال وأخبار نادرة من كتب أخرى لا تنتظم في صمت هذه الموسوعة، لكن قد أجد في كتاب ما يجدر نقل خبر أو خبرين منه مما دعاني إلى تخصيص كتب أخرى نافعة لأجل ما ذكرت، مثل الكشكول اللطيف فوائد وغرائب، والكشكول المفيد ونوادر الشوارد فوائد في التحقيق والتدقيق. وليس في جعبتي أكثر من عدد آخر لهذه الموسوعة وعنوانه صيد الكتب، وهو الرقم 9 إن شاء الله. فإذا جاء يوم ينتظم فيه عقد من الأعداد تحققت أمنية كنت أقول فيها عسى ولعل، والله هو المعين وعليه التكلان. الآداب النافعة بالألفاظ المختارة الجامعة لابن شمس الخلافة في الهامش. الآداب لجعفر بن شمس الخلافة مجد الملك، القاهرة، مكتبة الخانجي، مطبعة السعادة، بغداد، المكتبة العربية، 1349 هجرية، 158 صفحة. يقول في مقدمة كتابه: ألطف الكلام موقعا وأشرفه موضعا، كلمة حكمة يقتدي الإنسان بسناها فيهتدي، ويتبع هداها فيرتدع، ومثل سائر يغني بإيراده في المحافل عن ألفاظ يؤلفها. وقد جمعت في كتاب هذا ما يصقل الخواطر الصدية ويحد القرائح الكالة ويبعث الأفهام اللاغية ويقود القلوب الجامحة، وصنفته في 5 أبواب: باب الحكمة من النثر، باب الفصول القصار من الحكمة، باب الحكمة من الشعر، باب أبيات الأمثال المفردة، باب أعجاز الأبيات. وقد قدم المؤلف كتابه هذا أو أهداه للقاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الأشرف بهاء الدين المعروف بالقاضي الفاضل الملقب مجير الدين، وكان وزيرا للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي، الذي عرف بغزارة إنتاجه في إنشاء الرسائل، وقيل إن مسودات رسائله تبلغ إذا جمعت نحو من 100 مجلد. والمؤلف هو جعفر بن محمد شمس الخلافة ابن مختار الأفضلي أبو الفضل الملقب مجد الملك، أديب شاعر من أهل مصر، نسبته إلى الأفضل أمير الجيوش بمصر، له بالإضافة إلى هذا الكتاب ديوان شعر، توفي سنة 622 هجرية. ومن باب الفائدة للمكتبيين، فإن هذا الكتاب هو أول ما أصدره محمد أمين الخانجي صاحب مكتبة الخانجي بالقاهرة. انتهى الهامش. الآداب النافعة لابن شمس الخلافة. قال جعفر الصادق: من لم يستحي من العيب
ويرعوي عند الشيب ويخشى الله بظهر الغيب فلا خير فيه. وقال علي بن الحسن: هلك من ليس له حكيم يرشده، وذل من ليس له سفيه يعضده. قال أفلاطون: إذا قامت حجتك على كريم في المناظرة أكرمك وعظمك، وإذا قامت على لئيم عاداك واصطنعها عليك. وقال: إذا أردت أن تعرف كيف شكر الرجل على المزيد فانظر كيف صبره على النقص. عير رجل سقراط بجنسه فقال له سقراط: إن كان جنسي عارا علي فإنك عار على جنسك. قال حكيم: أطول الناس سفرا من كان في طلب صديق يرضاه. قال أعرابي لعبد الله بن جعفر: لابتلاك الله بمعصية يعجز عنها صبرك، وأنعم عليك نعمة يعجز عنها شكرك. إذا رأيت رجلا يتناول أعراض الناس فاجهد أن لا يعرفك، فإن أشقى الأعراض به أعراض معارفه. قيل للأحنف بن قيس: ما أحلمك؟ قال: لست بحليم، ولكني أتحالم، والله إني لأسمع الكلمة فأحم لها ثلاثا، ما يمنعني من الجواب عنها إلا خوفي من أن أسمع شرا منها. ومن أقواله: أكرموا سفهاءكم فإنهم يقونكم العار والنار. وقال آخر: النفس غير فارغة أبدا، فإن شغلتها بما يصلحها وإلا شغلتك بما يفسدك. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: أقبح أعمال المقتدرين الانتقام، وما استنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر. وقال المنتصر بالله: والله ما ذل ذو حق ولو اتفق العالم عليه، ولا عز ذو باطل ولو طلع القمر في جبينه. قيل لأحدهم: متى يحمد الكذب؟ قال: إذا جمع بين متقاطعين. قيل: فمتى يذم الصدق؟ قال: إذا كان غيبة. قيل: فمتى يكون الصمت خيرا من النطق؟ قال: عند المراء. إذا رغبت الملوك عن العدل رغبت الرعية عن الطاعة. يطغن على السلطان رجلان: رجل أحسن مع محسنين فأثيب وحرم، ورجل أساء مع مسيئين فعوقب وعفي عنهم. كان كسرى يقول: عامل الأحرار بمحض المودة، وعامل العامة بالرغبة والرهبة، وعامل السفلة بالمخافة محضا. سمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلا يغتاب آخر فقال: إياك والغيبة فإنها إدام كلاب الناس. وقال محمد بن السماك: تجنب غيبة أخيك لخصلتين، أما الواحدة فلعلك أن تغتابه بشيء هو فيك، وأما الأخرى فاشكر الله إذ عافاك مما ابتلاه به. قال الأحنف بن قيس: من حق الصديق أن يحتمل له ثلاث: ظلم الغضب، وظلم الوالد، وظلم الهفوة. التواضع مع البخل والجهل أحسن من التكبر مع البذل والعقل، فأعظم بحسنة غطت على سيئتين، وأقبح بسيئة عفت على حسنتين. أصبح النجاشي يوما جالسا على الأرض وعلى رأسه التاج، فأعظم ذلك كبراء دولته، وسألوه عن السبب الموجب له فقال: إني وجدت فيما أنزل الله تعالى على المسيح عليه السلام: إذا أنعمت على عبدي نعمة فتواضع فيها أتممتها عليه،
وإنه ولد لي في هذه الليلة ولد ذكر، فتواضعت شكرا لله تعالى. قال بعضهم: دعوتان أرجو إحداهما كما أخاف الأخرى، دعوة مظلوم أعنته، ودعوة ضعيف ظلمته. قال الأحنف بن قيس: مهما كان عندي من أنات فلا أنات عندي في ثلاث: الصلاة إذا حضرت أن أؤديها في وقتها، والميت إذا مات أن أواريه، والمرأة إذا حضر كفؤها أن أزوجها. قال المأمون: ثلاثة لا ينبغي للعاقل أن يقدم عليها: شرب السم للتجربة، وإفشاء السر إلى ذي القرابة الحاسد، وركوب البحر وإن ظن فيه الغنى. وقال آخر: أكمل الخصال ثلاث: وقار بلا مهابة، وحلم بلا ذل، وسماح بلا طلب مكافأة. ثلاثة أشياء قليلها كثير: المرض والنار والعداوة. ابذل أربعة لأربعة: لصديقك مالك، ولعدوك عدلك، ولمعرفتك رفدك، وللعامة بشرك. قال بعض الحكماء: من استطاع أن يمنع نفسه من أربع فهو خليق أن لا ينزل به المكروه: العجلة واللجاج والتواني والعجب. وقال المأمون: الناس بين أربع طبقات: إمارة وتجارة وصناعة وزراعة، فمن لم يكن من هؤلاء كان كلا علينا. قال جعفر الصادق رحمه الله: إن خير العباد من يجتمع فيه خمس خصال: إذا أحسن استبشر، وإذا أساء استغفر، وإذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا ظلم غفر. ست خصال لا يطيقها إلا من كانت نفسه شريفة: الثبات عند حدوث النعمة الجسيمة، والصبر عند نزول المصيبة العظيمة، وجذب النفس إلى العقل عند دواعي الشهوة، وكتمان السر، والصبر على الجوع، واحتمال الجار. أصعب ما على الإنسان ستة أشياء: أن يعرف نفسه، ويعرف عيبه، ويكتم سره، ويهجر هواه، ويخالف شهوته، ويمسك عن القول فيما لا يعنيه. قال شريك بن عبد الله: سبع من عجائب الدنيا: عمياء متنقبة، وسوداء مخطبة، وخصي له امرأة، ومخنث يؤم قوما، وأشعري شيعي، وحنفي مرجئ، وعربي أشقر. ثمانية لا تمل: خبز البر، ولحم الضأن، والماء البارد، والثوب اللين، والفراش الوطيء، والرائحة الطيبة، والنظر إلى كل حسن، ومحادثة الإخوان. العشق داء لا يعرض إلا للقلوب الفارغة: المنية تضحك من الأمنية. أصاب متأن أو كاد، وأخطأ مستعجل أو كاد. الإنسان بالإخوان كالسلطان بالأعوان. أقرب ما يكون العبد من غضب الله إذا غضب. من التعذيب تهذيب الذيب. حلمك عن السفيه يكثر أنصارك عليه. كل شيء يحتاج إلى العقل، والعقل يحتاج إلى التجارب. يوم العدل على الظالم أشد من يوم الجور على المظلوم. استغن عن الناس يحتاج إليك. خفف طعامك تأمن أسقامك. انصح ولا تفضح. إذا وجدت حاجتك في السوق فلا تطلبها من أخيك.
من استغنى بالله افتقر إليه الناس. من كان عبدا للحق فهو حر. لو كانت الدنيا لقمة في يد الكريم لوضعها في فم ضيفه، لولا الشعير ما نهقت الحمير. قال بعض الأعراب: وإني لأغضي مقلتي على القذى، وألبس ثوب الصبر أبيض أبلجا، وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي، فما ينفك أن يتفرجا، وكم من فتى ضاقت عليه وجوهه، أصاب لها في دعوة الله مخرجا. وقال آخر: واصل أخاك وإن أتاك بمنكر، فخلوص شيء قل ما يتمكن، ولكل شيء آفة موجودة، إن السراج على سناه يدخن. قال أبو عطاء السندي: إذا المرء لم يطلب معاشا لنفسه شكى الفقر، أو لام الصديق فأكثر، فسر في بلاد الله والتمس الغنى، تعش ذا يسار أو تموت فتعذرا، ولا ترضى من عيش بدون ولا تنم، وكيف ينام الليل من كان معسرا. وقال دعبل الخزاعي: ما أكثر الناس لا بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فندا، إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا. قال بعضهم: لا توردن على الصديق من الدعابة ما يغمه، واحذر بوادر طيشه يوما إذا ما غاب حلمه، فالعجل تنطحه على إدمان مص الضرع أمه. وقال المتوكل الليثي: وكم من لئيم ود أني شتمته، وإن كان شتمي فيه صاب وعلقم، ولا الكف عن شتم اللئيم تكرما أضر له من شتمه حين يشتم. ولمنصور الفقيه: يا من تولى فأبدى لنا الجفا وتبدل، أليس منك سمعنا من لم يمت فسيعزل. ولأبي الأسود الدؤلي يخاطب زوجته: خذ العفو مني تستديني مودتي، ولا تنطقي في سورتي حين أغضب، فإني رأيت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمع لم يلبث الحب يذهب. وقال أبو الفتح البستي: من شاء عيشا رخيا يستفيد به في دينه ثم في دنياه إقبالا، فلينظرن إلى ما فوقه أدبا، ولينظرن إلى من دونه مالا. ولآخر: إذا ما أهان امرؤ نفسه فلا أكرم من يكرمه. ولغيره: والعاقل النحرير محتاج إلى أن يستعين بجاهل ما توهي. وقال آخر: أنت البشارة والنعي معا يا قرب مأتمنا من العرس. ولغيره: وأنت شريك الذئب في أكل شاته، وإن وثب الراعي وثبت مع الراعي. ولغيره: شكوت وما الشكوى لمثلي عادة، ولكن تفيض العين عند امتلائها. ولآخر: والعمر مثل الكأس يرسب في أواخره القذى. وقال غيره: ويعرف فضل الشمس عند مغيبها، والحر يصبر خوف العار للنار. كتاب الأصنام لابن الكلب. في الهامش: كتاب الأصنام عن أبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي، بتحقيق أحمد زكي، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، 40-111 صفحة، مصور من طبعة دار الكتب، 1343 هجرية. ويعني الأصنام التي اتخذها العرب آلهة في الجاهلية، فيتحدث عن أول من أدخل هذه الأصنام إلى مكة، ثم انتشارها في جزيرة العرب،
وتخصص كل قوم بصنم لهم وأنواع تقربهم إليها وقصصهم وأشعارهم في مدحها أو ذمها. ثم ما أكرم الله به هذه الأمة فبعث إليهم رسولا من أنفسهم فهدم تلك الأصنام وانتشر الإسلام. وذكر المحقق أن هناك آخرين صنفوا في الأصنام، منهم الكاتب أبو الحسن علي بن الحسين بن فضيل بن مروان، وأصله فارسي، له كتاب الأصنام وما كانت العرب والعجم تعبد من دون الله تبارك اسمه، وللجاحظ كتاب في هذا الموضوع سماه كتاب الأصنام، وقد أبدع في كتابه هذا كما يقول الآلوسي. ثم جاء أبو زيد البلخي الفيلسوف فألف كتابا في الرد على عبدة الأصنام، وكتاب ابن الكلبي هذا كان له حظ وافر من عناية العلماء المحققين، حيث تدارسوه وتناقلوه وضبطوا رواياته وعلقوا عليه كثيرا من الحواشي والتفاصيل. والمؤلف راوية معروف مؤرخ عالم بالأنساب وأخبار العرب وأيامها كأبيه، من أهل الكوفة، وهو على الرغم من تبحره وسعة علمه كان يكذب، ولذلك لم يعتد به المحدثون، وهو بنفسه اعترف ببعض ما كذب به، وهو كثير التصانيف، له أكثر من 150 كتابا، منها جمهرة الأنساب، نسب الخيل، بيوتات قريش، ملوك كندة، تاريخ أجناد الخلفاء، كتاب الأقاليم، أسواق العرب. توفي سنة 204 للهجرة. انتهى الهامش. كتاب الأصنام لابن الكلبي. كان الذي دعا أهل مكة إلى عبادة الأوثان أنه كان لا يرتحل من مكة ضائن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم، تعظيما للحرم وصبابة بمكة، فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون. ثم سلخ ذلك بهم أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه، واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم، وكانوا يوحدون الله بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده. فكانت نزار تقول إذا ما أهلت: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. وأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب السائبة عمرو بن لحي، وهو أبو خزاعة، فقد مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة، إن أتيتها برأت، فأتاها فاستحم بها فبرأ، ووجد أهلها يعبدون الأصنام، فقال: ما هذه؟ قالوا: نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. وكان أول من اتخذ تلك الأصنام هذيل بن مدركة، اتخذوا سواعا في أرض ينبع على طريق المدينة، واتخذت كلب ودا بدومة الجندل، واتخذت مذحج يغوث، واتخذت خيوان يعوق بقرية يقال لها خيوان من صنعاء على ليلتين مما يلي مكة، واتخذت حمير نسرا فعبدوه بأرض يقال لها بلخع، وكان لحمير أيضا بيت بصنعاء يقال له ريام، يعظمونه ويتقربون عنده بالذبائح. ولما صنع عمرو بن لحي ذلك دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها، فكان أقدمها كلها منات، وقد كانت العرب تسمى عبد منات وزيد منات،
وكان منصوبا على ساحل البحر بين المدينة ومكة، ولم يكن أحد أشد إعظاما له من الأوس والخزرج. ومناة هذه التي ذكرها الله عز وجل فقال: ومناة الثالثة الأخرى. وكانت لهذيل وخزاعة، وكانت قريش وجميع العرب تعظمه، فلم يزل على ذلك حتى خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة سنة 8 من الهجرة، وهو عام فتح الله عليه. فلما سار من المدينة 4 ليال أو 5 ليال بعث عليا إليها فهدمها وأخذ ما كان لها. ثم اتخذوا اللات، واللات بالطائف، وهي أحدث من منات، وكانت صخرة مربعة، وسدنتها من ثقيف هم بنو عتاب بن مالك، وكانت قريش وجميع العرب تعظمها، فلم تزل كذلك حتى أسلمت ثقيف. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العزى، وهي أحدث من اللات ومنات، وعبد العزى بن كعب من أقدم ما سمت به العرب، وكان الذي اتخذ العزى ظالم بن أسعد، وكانت بواد من نخلة الشامية يقال له حراب، عن يمين المصعد إلى العراق من مكة، وكانت أعظم الأصنام عند قريش، وكانوا يزورونها ويهدون لها ويتقربون عندها بالذبائح. وكان لقريش منحر ينحرون فيه هداياها يقال له الغبغب. لما مرض أبو أحيحة سعيد بن العاص بن أمية مرضه الذي مات فيه، دخل عليه أبو لهب يعوده فوجده يبكي، فقال: ما يبكيك يا أبا أحيحة؟ أمن الموت تبكي ولا بد منه؟ فقال: لا، ولكني أخاف أن لا تعبد العزى بعدي. قال أبو لهب: والله ما عبدت العزى في حياتك لأجلك، ولا تترك عبادتها بعدك لموتك. فقال أبو أحيحة: الآن علمت أن لي خليفة. قال المؤلف: ولم تكن قريش بمكة ومن أقام بها من العرب يعظمون شيئا من الأصنام إعظامهم العزى، ثم اللات، ثم منات. وكانت لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولها، وكان أعظمها عندهم هبل، وكان من عقيق أحمر على صورة إنسان مكسور اليد اليمنى، أدركته قريش كذلك فجعلوا له يدا من ذهب. وكان أول من نصبه خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، وكان يقال له هبل خزيمة، وكان في جوف الكعبة قدامه 7 أقدح، مكتوب في أولها صريح والآخر ملصق، فكانوا يستقسمون بها. ولهم إساف ونائلة، لما مسخ حجرين وضعا عند الكعبة ليتعظ الناس بهما، فلما طال مكثهما وعبدت الأصنام عبدا معها. ويذكر المؤلف أن العرب كانت تسمى بأسماء فيها عبد، قال: لا أدري أعبدوها للأصنام أم لا، منها عبد ياليل، وعبد غنم، وعبد كلال، وعبد رضا. ولما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة، دخل المسجد والأصنام منصوبة حول الكعبة، فجعل يطعن بسية قوسه في عيونها ووجوهها ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ثم أمر بها فكفئت على وجوهها، ثم أخرجت من المسجد فحرقت. فقال في ذلك راشد بن عبد الله السلمي: قالت هلم إلى الحديث، فقلت: لا، يأبى الإله عليك والإسلام،
أو ما رأيت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام. وكان لهم أيضا مناف، فبه كانت تسمى قريش عبد مناف. ولم تكن الحيض من النساء تدن من أصنامهم ولا تمسح بها، إنما كانت تقف ناحية منها. وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أن يتمسح به، وإذا قدم من سفر كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أن يتمسح به أيضا. وكانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الجن، وفيهم نزلت إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. ومن تلك الأصنام ذو الخلصة، وكانت مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج، وكانت بين مكة واليمن على مسيرة 7 ليال من مكة. وكان لمالك وملكان ابني كنانة بساحل جدة وتلك الناحية صنم يقال له سعد، وكان صخرة طويلة، فأقبل رجل منهم بإبل له ليقفها عليه يتبرك بذلك فيها، فلما أدناها منه نفرت منه فذهبت في كل وجه وتفرقت عليه، وأسف فتناول حجرا فرماه به وقال لا بارك الله فيك إلها أنفرت علي إبلي. ثم خرج في طلبها حتى جمعها وانصرف عنه وهو يقول أتينا إلى سعد ليجمع شملنا فشتتنا سعد فلا نحن من سعد، وهل سعد إلا صخرة بتنوفة من الأرض لا يدعى لغي ولا رشد. ولدوس صنم يقال له ذو الكفين، فلما أسلموا بعث النبي صلى الله عليه وسلم الطفيل بن عمرو الدوسي فحرقه وهو يقول يا ذا الكفين لست من عبادك، ميلادنا أكبر من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ولبني الحارث صنم يقال له ذو الشرى، وكان لقضاعة ولخم وجذام وعامل وغطفان صنم في مشارف الشام يقال له الأقيصر، فكانوا يحجونه ويحلقون رؤوسهم عنده. وصنم مزينة كان يقال له نهم، وبه كانت تسمى عبد نهم. وكان لأزل السراء صنم يقال له عائم، ولعنزة صنم يقال له سعير. وكانت العرب حجارة غير منصوبة يطوفون بها يسمونها الأنصاب، ويسمون الطواف بها الدوار. وصنم خولان كان يقال له عميانس بأرض خولان، يقسمون له من أنعامهم وحروثهم قسما بينه وبين الله عز وجل بزعمهم. وكان لبني الحارث بن كعب كعبة بنجران يعظمونها، ولإياد كعبة أخرى بسنداد من أرض بين الكوفة والبصرة. وروى المصنف عن والده قوله كان ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قوما صالحين، ماتوا في شهر فجزع عليهم ذو أقاربهم، فقال رجل من بني قابيل يا قوم هل لكم أن أعمل لكم 5 أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحا؟ قالوا نعم، فنحت لهم 5 أصنام على صورهم ونصبها لهم. فكان الرجل يأتي أخاه وعمه وابن عمه فيعظمه ويسعى حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول، ثم جاء قرن آخر فعظموهم أشد من تعظيم القرن الأول، ثم جاء من بعدهم القرن الثالث فقالوا ما عظم أولون هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله، فعبدوهم وعظم أمرهم واشتد كفرهم،
فبعث الله إليهم إدريس عليه السلام نبيا فدعاهم فكذبوه، ولم يزل أمرهم يشتد حتى أدرك نوح عليه السلام فدعاهم إلى الله فعصوه وكذبوه، فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فأمر بهدمها. انتهى الوجه الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. الأمالي لأبي علي القالي في الهامش. الأمالي تأليف أبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي، مراجعة لجنة إحياء التراث العربي بدار الآفاق الجديدة، طبعة مصححة ومقابلة على عدة مخطوطات ونسخ معتمدة، بيروت دار الآفاق الجديدة 1400 هجرية، 2 جزء في 1 مجلد، يليه الذيل والنوادر للمؤلف نفسه، وكتاب التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه لأبي عبيد البكري، وهو من أمهات كتب الأدب العربي المعدودة، مشهور ومطبوع في أكثر من طبعة. يقول مؤلفه في مقدمة الكتاب: لما رأيت العلم أنفس بضاعة أيقنت أن طلبه أفضل تجارة، فاغتربت للرواية ولزمت العلماء للدراية، ثم أعملت نفسي في جمعه وشغلت ذهني بحفظه حتى حويت خطيرة وأحرزت رفيعة ورويت جليلة وعرفت دقيقة وعقلت شاردة ورويت نادرة وعلمت غامضة ووعيت واضحة، فأمللت هذا الكتاب من حفظي في الأخمسة بقرطبة وفي المسجد الجامع بالزهراء المباركة، وأودعته فنونا من الأخبار وضروبا من الأشعار وأنواعا من الأمثال وغرائب من اللغات، على أني لم أذكر فيه بابا من اللغة إلا أشبعته، ولا ضربا من الشعر إلا اخترته، ولا فنا من الخبر إلا انتحلته، ولا نوعا من المعاني والمثل إلا استجدته، ثم لم أخله من غريب القرآن وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنني أوردت فيه من الإبدال ما لم يورده أحد، وفسرت فيه من الإتباع ما لم يفسره بشر، وأسأل الله عصمة من الزيغ والأشر، وأعوذ به من العجب والبطر، وأستهديه السبيل الأرشد والطريق الأقصد. والمعروض من الكتاب هنا أصله دون الذيل والنوادر ودون تعليق البكري، وكتاب المؤلف إنما هو النوادر في عنوانه الصحيح، وهو أديب بارع أحفظ أهل زمانه للغة والشعر والأدب، نسبته إلى قاليقلا من قرى منازجرد بأرمينيا على الفرات الشرقي قرب بحيرة وان، رحل إلى العراق فتعلم في بغداد وأقام 25 عاما، ثم رحل إلى المغرب فدخل قرطبة واستوطنها، وأحبه الحكم المستنصر ابن الناصر، وكان ينشطه على التأليف بواسع العطاء. من كتبه الأخرى البارع من أوسع كتب اللغة المقصور والمندود والمهموز، قالوا إنه لم يؤلف في بابه مثله، الأمثال مرتب على حروف المعجم. توفي سنة 356 هجرية. انتهى الهامش. الأمالي لأبي علي القالي. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يدعو الله وهو يقول: هربت إليك بنفسي يا ملجأ الهاربين، بأثقال الذنوب أحملها على ظهري، لا أجد شافعا إلا معرفتي بأنك أكرم من قصد إليه المضطرون، وأمل فيما لديه الراغبون، يا من فتق العقول بمعرفته وأطلق الألسن بحمده، وجعل ما امتن به من ذلك على خلقه كفاء لتأدية حقه، لا تجعل للهوى على عقلي سبيلا ولا للباطل على عملي دليلا. قال الأصمعي: إذا وضعت الناقة فولدها سليل قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى، فإذا علم
فإن كان ذكرا فهو سقب وأمه مسقب، وإن كانت أنثى فهي حائل وأمها أم حائل. فإن كان من عادتها أن تضع الإناث فهي مئناث، وكذلك مذكار إذا كان من عادتها أن تضع الذكور. فإذا قوي ومشى مع أمه فهو راشح والأم مرشح، فإذا حمل في سنامه شحما فهو مجدى ومكعر. قال أبو عمرو بن العلاء: رأيت باليمن غلاما من جرم ينشد عنزا، فقلت: صفها يا غلام. قال: حسراء مقبلة، شعراء مدبرة، ما بين غثرة الدهسة وقنوء الدبسة، سجحاء الخدين، خطلاء الأذنين، فشقاء الصورين، كأن زنمتيها تتوى قلنسية. يا لها أم عيال وثمال مال. قوله ينشد يطلب. حسراء مقبلة يعني أنها قليلة شعر المقدم، قد انحسر شعرها. شعراء مدبرة يعني أنها كثيرة شعر المؤخر. الغثرة غبرة كدرة، الدهسة لون للرمل، الصدآء من المعز السوداء المشربة حمرة، الدهساء أقل منها حمرة، القنوء شدة الحمرة، الدبسة حمرة يعلوها سواد، سجحاء الخدين أي سهلة الخدين حسنتهما، خطلاء طويلة الأذنين مضطربتهما، فشقاء منتشرة متباعدة، الصوران القرنان واحدهما صور، الزنمتان الهنيتان المتعلقتان ما بين لحيي العنز، التتوان ذؤابتا القلنسوة، الثمال مال أصل مال. في الهامش: وقد أوردت هذا المقطع كمثال من الكتاب، حيث إن الكتاب برمته يكاد يكون مثل هذا، يأتي المؤلف بخطبة أو فقرة فيها كلمات صعبة ثم يشرحها ويفسر غريبها ويعضد لها الشواهد من الشعر وأقوال اللغويين والنحويين، فهو كتاب لغوي بالدرجة الأولى، ولهذا كانت المختارات من هذا الكتاب قليلة بالنسبة لحجمه وشهرته. انتهى الهامش. تقول العرب: لعلك وعلك ولعنك ولغنك. عن العباس بن هشام الكلبي قال: صعد خالد بن عبد الله القسري يوما المنبر بالبصرة ليخطب، فأرتج عليه فقال: أيها الناس، إن الكلام ليجيء أحيانا فيتسبب سببه، ويعزب أحيانا فيعز مطلبه، فربما طولب فأبى، وكوبر فعصى، فالتأتي لمجيه أصوب من الطعاط لأبيه. ثم نزل: فما رؤي حصر أبلغ منه، فما رؤي حصر أبلغ منه. ذم أعرابي رجلا فقال: تسهر والله زوجته جوعا إذا سهر شبعا. ثم: لا يخاف مع ذلك عاجل عار ولا آجل نار، كالبهيمة أكلت ما جمعت ونكحت ما وجدت. قوله: إذا سهر شبعا يعني من شدة الكظة والامتلاء. وسمع أعرابي من بني مرة يعظ ابنا له وقد أفسد ماله في الشراب فقال: لا الدهر يعظك، ولا الأيام تنذرك، والساعات تعد عليك، والأنفاس تعد منك، أحب أمريك إليك أردهما بالمضرة عليك. ووصى رجل آخر وأراد سفرا فقال: آثر بعملك معادك، ولا تدع لشهوتك رشادك، وليكن عقلك وزيرك الذي يدعو إلى الهدى ويعصمك من الردى، ألجم هواك عن الفواحش وأطلقه في المكارم، فإنك تبر بذلك سلفك وتشيد شرفك. عن العتبي قال: سئل أعرابي عن امرأة فقال: هي أرق من الهواء، وأطيب من الماء، وأحسن من النعماء،
وأبعد من السماء. قال الأصمعي: العرب تقول لا ثناء مع الكبر، ولا صديق لذي الحسد، ولا شرف لسيء الأدب. قام رجل إلى معاوية فقال له: سألتك بالرحم التي بيني وبينك. فقال: أمن قريش أنت؟ قال: لا. قال: أفمن سائر العرب؟ قال: لا. قال: فأية رحم بيني وبينك؟ قال: رحم آدم. قال: رحم مجهوة، والله لأكونن أول من وصلها. ثم قضى حاجته. قال الأخفش: كتب رجل من أهل البصرة إلى أخ له: أما بعد، فإنه يسهل علي طلب الحاجة أمران فيك وأمران لي، وأمر من قبل الله، وبه تمامها. فأما اللذان فيك فاجتهادك في النجح ومبالغتك في الاعتذار، وأما اللذان لي فإني لا أضيق عليك بعذري ولا أصون عنك شكري، وأما الذي من قبل الله عز وجل فإيماني بأن كل مقدور كائن. والسلام. قال الأحنف بن قيس: نزف البكاء دموع عينك فاستعر عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للبكاء تعار. سمعت أعرابية تقول لرجل: أرماك الله بليلة لا أخت لها، أي لا تعيش بعدها. قال بعض العرب: أدل الأشياء على عقل العاقل حسن التدبير. وقال رجل منهم: ما رأيت مثل فلان، إن طلب حاجة غضب قبل أن يرد عنها، وإن سئل حاجة أرد صاحبها قبل أن يفهمها. وسمع أعرابي وهو يقول: من لم يرضى عن صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه، ومن عاتب على كل ذنب كثر عدوه، ومن لم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه قل صديقه. وصفت أعرابية زوجها بمكارم الأخلاق عند أمها فقالت: يا أمه، من نشر ثوب الثناء فقد أدى واجب الجزاء، وفي كتمان الشكر جحود لما وجب من الحق ودخول في كفر النعم. فقالت لها أمها: أي بنية، أطبت الثناء وقمت بالجزاء، ولم تدعي للذم موضعا، إني وجدت من عقل لم يعجل بذم ولا ثناء إلا بعد اختبار. فقالت: يا أمة، ما مدحت حتى اختبرت، ولا وصفت حتى عرفت. نصح بعض الحكماء ابنا له، وكان مما قال له: كن يا بني بصالح الوزراء أغنى منك بكثرة عدتهم، فإن اللؤلؤة خفيف محملها كثير ثمنها، والحجر فادح حمله قليل غناؤه. كان أسيد بن عنقاء الفزاري من أكثر أهل زمانه وأشدهم عارضة ولسانا، فطال عمره ونكب في ماله واختلت حالته، فخرج عشية يتبقل لأهله، فمر به عميلة الفزاري فسلم عليه وقال: يا عم، ما أصارك إلى ما أرى من حالك؟ فقال: بخل مثلك بماله وصوني وجهي عن مسألة الناس. فقال: والله لئن بقيت إلى غد لأغيرن ما أرى من حالك. فرجع أسيد إلى زوجه فأخبرها بما قال له عميلة، فقالت له: لقد غرك كلام غلام جنح ليل، فكأنما ألقمت فاه حجرا، فبات متململا بين رجاء ويأس. فلما كان السحر سمع رغاء الإبل وثغاء الشاء وصهيل الخيل ولجب الأموال، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا عميلة ساق إليك ماله. ثم قسم ماله شطرين وساهمه عليه. فأنشأ أسيد يقول: رآني على ما بي عميلة فاشتكى إلى ماله حالي أسر كما جهر، دعاني فآساني ولو ظن لم ألم،
على حين لا بدو يرجى ولا حضر، فقلت له خيرا وأثنيت فعله، وأوفاك ما أبليت من ذم أو شكر. ولما رأى المجد استعيرت ثيابه، تردى رداء سابغ الذيل واعتزر، غلام رماه الله بالخير مقبلا، له سمياء لا تشق على البصر. قال الأحنف بن قيس: إن الله جعل أسعد عباده عنده وأرشدهم لديه وأحضاهم يوم القيامة أبذلهم للمعروف يدا، وأكثرهم على الإخوان فضلا، وأحسنهم على ذلك شكرا. خرج داود بن سلم إلى حرب بن خالد بن يزيد بن معاوية، فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فلما دخل أنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأمر بجوائز كثيرة، ثم استأذنه في الانصراف، فأذن له وأعطاه 1000 دينار. فلما خرج من عنده وغلمانه جلوس لم يقم إليه أحد منهم ولم يعنه، فظن أن حربا ساخط عليه، فرجع إليه وقال: أواجد أنت علي؟ قال: لا، ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان، قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم فسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فلما قدم المدينة سمع الغاضري بحديثه فأتاه فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه فقال: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. من أمثال العرب: العبد من لا عبد له، أي من لم يكن له عبد ولا كاف امتهن نفسه. قيل للمهلب بن أبي صفرة: إن فلانا عين للخوارج في عسكرك، وإنه يتكفن بالسلاح إذا دعوا للحرب ليغتالك ويلحق بالخوارج. فبعث إليه فأتي به فقال له: قد تقرر عندنا كيدك لنا، ولم نقدم من أمرك على ما عزمنا عليه إلا بعدما لم يدأ اليقين للشك معترضا، فاختر أي قتلة تحب أن أقتلك. فقال: سيف مجهز أو عطفة كريم محتقر للذنوب. قال: فإنها عطفة كريم محتقر للذنوب. فخلى سبيله، فكان بعد ذلك من أوثق أصحابه عنده. قال الأصمعي: رأيت أعرابيا يصلي وهو يقول: أسألك الغفيرة والناقة الغزيرة والشرف في العشيرة، فإنها عليك يسيرة. قال أبو السمراء: دخلت منزل نخاس في شراء جارية، فسمعت في بيت بإزاء البيت الذي كنت فيه صوت جارية وهي تقول: وكنا كزوج من قطن في مفازة، لدى خفض عيش معجب مونق رغدي، أصابهما ريب الزمان فأفردا، ولم نر شيئا قط أوحش من فردي. فقلت للنخاس: أعرض علي هذه الجارية المنشدة. فقال: إنها شعثة مرهاء حزينة. في الهامش: المرهاء هي التي لا تتعهد عينيها بالكحل. انتهى الهامش. فقلت: ولما ذلك؟ قال: اشتريتها من ميراث، فهي باكية على مولاها، ثم لم ألبث أن أنشدت: وكنا كغصني بانة وسط روضة، نشم جنى الروضات في عيشة رغدي، فأفرد هذا الغصن من ذاك قاطع، فيا فردة باتت تحن إلى فردي. قال: فكتبت إلى عبد الله بن طاهر أخبره بخبرها، فكتب إلي أن ألقي عليها هذا البيت،
فإن أجابت فاشتريها ولو بخراج خراسان. والبيت بعيد وصل قريب صد جعلته منه لي ملاذا. قال فألقيته عليها فقالت في سرعة وعاتبوه فذاب عشقا ومات وجدا فكان ماذا. قال فاشتريتها بألف دينار وحملتها إليه فماتت في الطريق قبل أن تصل إليه فكانت إحدى الحسرات إليه. ولد للحسن البصري رحمه الله غلام فهنأه بعض أصحابه فقال الحسن نحمد الله على هبته ونستزيده من نعمته ولا مرحبا بمن إن كنت غنيا أذهلني وإن كنت فقيرا أتعبني لا أرضى له بسعي سعيا ولا بكدي له في الحياة كدا أشفق عليه من الفاقة بعد وفاتي وأنا في حال لا يصل إلي من همه حزن ولا من فرحه سرور. قال عبد الملك بن مروان يا بني أمية ابذلوا نداكم وكفوا أذاكم واعفوا إذا قدرتم ولا تبخلوا إذا سئلتم فإن خير المال ما أفاد حمدا أو نفى ذما. ولا يقولن أحدكم ابدأ ولا يقولن أحدكم ابدأ بمن تعول فإنما الناس عيال الله فقد تكفل الله بأرزاقهم فمن وسع أخلف الله عليه ومن ضيق ضيق الله عليه. قال الأصمعي بلغني أن وافدا وفد على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال له كيف تركت الناس؟ قال تركت غنيهم موفورا وفقيرهم محبورا وظالمهم مقهورا ومظلومهم منصورا. فقال الحمد لله لو لم تتم واحدة من هذه الخصال إلا بعضو من أعضائي لكان يسيرا. كان قس بن ساعدة يفد على قيصر ويزوره فقال له قيصر يوما ما أفضل العقل؟ قال معرفة المرء بنفسه. قال فما أفضل العلم؟ قال وقوف المرء عند علمه. قال فما أفضل المروءة؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه. قال فما أفضل المال؟ قال ما قضي به الحقوق. كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى رجل اتق الدنيا فإن مسها لين وارفض نعيمها لقلة ما يتبعك منه واترك ما يعجبك منها لسرعة مفارقتها. مدح أعرابي رجلا فقال كان والله ساعيا في طلب المكارم غير ضال في معارج طرقها ولا متشاغل بغيرها عنها. قال الأصمعي بلغني أن بعض الحكماء كان يقول إني لأعظكم وإني لكثير الذنوب مسرف على نفسي غير ما حامد لها ولا حاملها على المكروه في طاعة الله عز وجل. قد بلوتها فلم أجد لها شكرا في الرخاء ولا صبرا على البلاء. ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يحكم أمر نفسه لترك الأمر بالخير والنهي عن المنكر. ولكن محادثة الإخوان حياة للقلوب وجلاء للنفوس وتذكير من النسيان. واعلموا أن الدنيا سرورها أحزان وإقبالها إدبار وآخر حياتها الموت. فكم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يبلغه. ولو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. سمع رجل أعرابيا يدعو لرجل فقال جنبك الله الأمرين وكفاك شر الأجوفين وأذاقك البردين. الأمران الفقر والعري والأجوفان البطن والفرج والبردان برد العين وبرد العافية.
كان زياد بن أبيه إذا ولى رجلا عملا قال له: خذ عهدك وسر إلى عملك، واعلم أنك مصروف رأس سنتك، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك. إنا إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلنا بك لضعفك، وسلمتك من معرتنا أمانته. وإن وجدناك قويا خائنا استهنا بقوتك، وأحسننا على خيانتك أدبك، وأوجعنا ظهرك وثقلنا غرمك. وإن جمعت علينا الجرمين جمعنا عليك المضرتين. وإن وجدناك أمينا قويا زدنا في عملك، ورفعنا ذكرك، وكثرنا مالك، وأوطأنا عقبك. كان هناك غلام محمق، فقال لأمه يوما: يوشك أن تريني عظيم الشأن. فقالت: فكيف؟ والله ما بين لابتيها أحمق منك. فقال: والله ما رجوت هذا الأمر إلا من حيث يئست منه، أما علمت أن هذا زمان الحمقى وأنا أحدهم؟ مات أخ لذي رعين أحد ملوك اليمن، فعزاه بعض أهل اليمن فقال: إن الخلق للخالق، والشكر للمنعم، والتسليم للقادر، ولا بد مما هو كائن. وقد حل ما لا يدفع، ولا سبيل إلى رجوع ما قد فات. وقد أقام معك ما سيذهب عنك وستتركه، فما الجزع مما لا بد منه؟ وما الطمع فيما لا يرجى؟ وما الحيلة فيما سينقل عنك أو تنقل عنه؟ وقد مضت لنا أصول نحن فروعها، فما بقاء الفرع بعد الأصل؟ فأفضل الأشياء عند المصائب الصبر. واعلم أن ما ابتلاك المنعم وأخذ منك المعطي، وما ترك أكثر، فإن نسيت الصبر فلا تغفل عن الشكر. عزل بعض الأمراء عن عمله، فقال له رجل: أصبحت والله فاضحا متعبا. أما فاضحا فلكل وال قبلك بحسن سيرتك، وأما متعبا فلكل وال بعدك أن يلحقك. كتب الحسن بن سهل لرجل كتاب شفاعة، فجعل الرجل يشكر ويدعو له، فقال الحسن: يا هذا، علام تشكرنا؟ إنا نرى الشفاعات زكاة مروءتنا. وأملى كتاب شفاعة فكتب في آخره: إنه بلغني أن الرجل يسأل عن فضل جاهه يوم القيامة كما يسأل عن فضل ماله. كان رجل من أهل الشام مع الحجاج يحضر طعامه، فكتب إلى امرأته يعلمها بذلك، فكتبت إليه: أيهدى لي القرطاس والخبز حاجتي، وأنت على باب الأمير بطين، إذا غبت لم تذكر صديقا ولم تقم، فأنت على ما في يديك ضنين، فأنت كلب السوء جوع أهله، فيهزل أهل البيت وهو سمين. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: مروءة الرجل عقله، وشرفه حاله. سمع أعرابي وهو يقول: فوت الحاجة خير فوت الحاجة خير من طلبها من غير أهلها. وسمع آخر يقول: عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة. قال الأصمعي: مر أعرابي بأعرابية تبكي زوجها، فقال: ما يبكيك؟ لا جمع الله بينك وبينه في الجنة. ثم مر بها بعد ذلك فقال: يا فلانة، هنئيني، فإني قد تزوجت. فقالت: نعم، بالبيت المهدوم، والطائر المشؤوم، والرحم المعقوم. قال جرير الشاعر: دخلت على بعض خلفاء بني أمية فقال: ألا تحدثني عن الشعراء؟ فقلت: بلى. قال: فمن أشعر الناس؟ قلت: ابن العشرين، يعني طرفة. قال: فما تقول في ابن أبي سلمى والنابغة؟ قلت: كانا ينيران الشعر ويسديانه.
قال: فما تقول في امرئ القيس بن حجر؟ قلت: اتخذ الخبيث الشعر نعلين يطأهما كيف شاء. قال: فما تقول في ذي الرمة؟ قلت: قدر من الشعر على ما لم يقدر عليه أحد. قال: فما تقول في الأخطل؟ قلت: ما باح بما في صدره من الشعر حتى مات. قال: فما تقول في الفرزدق؟ قلت: بيده نبعة الشعر قابضا عليها. قال: فما أبقيت لنفسك شيئا؟ قلت: بلى والله يا أمير المؤمنين، أنا مدينة الشعر التي يخرج منها ويعود إليها، ولأنا سبحت الشعر تسبيحا ما سبحه أحد قبلي. قال: وما التسبيح؟ قلت: نسبت فأطربت، وهجوت فأسقطت، ومدحت فأسنيت، ورملت فأغزرت، ورجست فأبحرت، فأنا قلت ضروبا من الشعر لم يقلها أحد قبلي. قال الإمام الحسن البصري لابنه: يا بني، إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. حدث أبو بكر ابن الأنباري عن أبيه عن أشياخه قال: كل ما في العرب عدس بفتح الدال إلا عدس بن زيد فإنه بضمها، وكل ما في العرب سدوس بفتح السين إلا سدوس بن أصمع في طي، وكل ما في العرب ملكان بكسر الميم إلا ملكان بن حزم بن زبان فإنه بفتحها، وكل ما في العرب أسلم بفتح الهمزة واللام إلا أسلم بن الحاف من قضاعة. قال العتبي: سمعت أعرابيا يذم مدينة دخلها وهو يقول: نزلت بذلك الوادي فإذا ثياب أحرار على أجساد عبيد، إقبال حظهم إدبار حظ الكرام. وعن ابن الأعرابي قال: قيل لامرأة من العرب: أي الإبل أكرم؟ قالت: السريعة الدرة، الصبور تحت القرة، التي يكرمها أهلها إكرام الفتاة الحرة. وقالت الأخرى: نعمة الناقة هذه، وغيرها أكرم منها. قيل: وما هي؟ قالت: الهموم الرموم، القطوع للديموم، التي ترعى وتسوم، أي لا يمنعها مرها وسرعتها أن تأخذ الرعي، والرموم التي لا تبقي شيئا، والهموم الغزيرة. سأل عبد الرحمن بن حسان رجلا حاجة فقصر فيها، فسألها غيره فقضاها، فكتب عبد الرحمن إلى الأول: ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي، تولى سواكم شكرها واصطناعها، أبى لك فعل الخير رأي مقصر، ونفس أضاق الله بالخير باعها، إذا هي حثته على الخير مرة عصاها، وإن همت بسوء أطاعها. قال ابن الأعرابي: الورث في الميراث، والإرث في الحسب. وقال: إذا نمت من أول الليلة نومة ثم قمت فتلك الناشئة. قال معاوية لعقال: بما سادكم الأحنف وهو خارجي؟ فقال: إن شئت حدثتك عنه بخصلة، وإن شئت باثنتين، وإن شئت بثلاث، وإن شئت حدثتك إلى الليل. فقال: حدثني عنه بثلاث خصال. قال: لم أرى أحدا من خلق الله كان أغلب لنفسه من الأحنف. قال: نعم والله الخصلة. قال: ولم أرى أحدا من خلق الله أكرم لجليس من الأحنف. قال: نعم والله الخصلة. قال: ولم أرى أحدا من خلق الله كان أحظى من الأحنف. قال: كان يفعل الرجل الشيء فتصير حظوته للأحنف.
قال الأصمعي: خاصمت بنت حلوى امرأة فقالت: ألا تقومين؟ أقام الله ناعيك وأشمت الله رب العرش عاديك. العرب تستحب سعة المنخر في الفرس، لأنه إذا اتسع منخره لم يحبس الربو في جوفه. ولى معاوية روح بن زنباع فعتب عليه في جناية فكتب إليه بالقدوم، فلما قدم أمر بضربه بالسياط، فلما أقيم ليضرب قال: نشدتك الله يا أمير المؤمنين أن تهدم مني ركنا أنت بنيته، أو أن تضع مني خسيسة أنت رفعتها، أو تشمت بي عدوا أنت قهرته، وأسألك بالله إلا أتى حلمك وعفوك دون إفساد صنائعك. قال معاوية: إذا الله سنى عقد أمر تيسر، خلوا سبيله. اجتمع عامر وحممة عند ملك من ملوك حمير فقال: تساءلا حتى أسمع ما تقولان. فقال عامر لحممة: من أحق الناس بالمقت؟ قال: الفقير المختال، والضعيف الصوال، والعيي القوال. قال: فمن أجدر الناس بالصنيعة؟ قال: من إذا أعطي شكر، وإذا منع عذر، وإذا مطل صبر، وإذا قدم العهد ذكر. قال: من أكرم الناس عشرة؟ قال: من إن قرب منح، وإن بعد مدح، وإن ظلم صفح، وإن ضويق سمح. قال: من أنعم الناس عيشا؟ قال: من تحلى بالعفاف، ورضي بالكفاف، وتجاوز ما يخاف إلى ما لا يخاف. قال: فمن أحكم الناس؟ قال: من صمت فادكر، ونظر فاعتبر، ووعظ فازدجر. قال أعرابي لابن عمه: اطلب لي امرأة بيضاء حديدة فرعاء جعدة، تقوم فلا يصيب قميصها منها إلا مشاشة منكبها، وحلمتي ثدييها، ورانفتي أليتيها، ورضاف ركبتيها، إذا استلقت فرميت من تحتها بالأترجة العظيمة نفذت من الجانب الآخر، وأنى بمثل هذه إلا في الجنان. قال ابن الأعرابي: بلغني أن جماعة من الأنصار وقفوا على دغفل النسابة بعدما كف، فسلموا عليه فقال: من القوم؟ قالوا: سادة اليمن. فقال: أمن أهل مجدها القديم وشرفها العميم كندة؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الطوال قصبا، الممحصون نسبا، بنو عبد المدان؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أقودها للزحوف، وأخرقها للصفوف، وأضربها بالسيوف، رهط عمرو بن معد كرب؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أحضرها قراء للطيف، وأطيبها فناء، وأشدها لقاء، رهط حاتم بن عبد الله؟ قالوا: لا. قال: فأنتم الغارسون للنخل، والمطعمون في المحل، والمطعمون في المحل، والقائلون بالعدل الأنصار؟ قالوا: نعم. عن العتبي قال: كان آخر خطبة خطبها معاوية رضي الله عنه أن صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قبض على لحيته وقال: أيها الناس، إني من زرع من استحصد، وقد طالت عليكم إمرتي حتى مللتكم ومللتموني، وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي، وإنه لا يأتيكم بعدي إلا من هو شر مني، كما لم يأتكم قبلي إلا من كان خيرا مني،
وإنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائي. ثم نزل فما صعد المنبر حتى مات. عن الأصمعي قال: شهدت أعرابيا عشية عرفة بالموقف فسمعته يقول: اللهم إن هذه العشية من عشايا منحتك وأحد أيام زلفتك، فبها يقض إليك بالهمم بكل لسان تدعى، وكل خيرك فيها يبغى، أتتك الضوامر من الفج العميق، وجابت إليك المهارق من شعب المضيق، ترجو ما لا خلف له من وعدك ولا مترك له من عظيم أجرك، أبرزت إليك وجوهها المصونة صابرة على لفح السمائم وبرد ليل التمائم ليدرك بذلك رضوانك. ثم انتحب وبكى ورفع يديه وطرفه إلى السماء، ثم أنشأ يقول: إلهي، إن كنت مددت يدي إليك داعيا فطالما كفيتني ساهيا، نعمتك تظاهرها علي عند القفلة، أي الابتداء في السفر، فكيف أيأس منها عند الرجعة، ولا أترك رجاءك لما قدمت من اقتراف آثامك، وإن كنت لا أصل إليك إلا بك، فهب لي يا رب الصلاح في الولد والأمن في البلد، وعافني من شر الحسد. انتهى الشريط الأول، من فضلك انتقل إلى الشريط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني. الوجه الأول يبدأ حالا. البخلاء للجاحظ. في الهامش: البخلاء للجاحظ، الطبعة الثانية، منقحة، بيروت، دار اليقظة العربية، 1383 هجرية، 549 صفحة. والكتاب غني عن التعريف، وكذلك صاحبه، كما كنت غنيا عن إيراده في هذه السلسلة نظرا لشهرته وتوافره، ولأن فيه تجريحا لأناس عديدين، وذكر أخبارهم بهذا الأسلوب الساخر فيه أذى لهم. وقد أمرنا بذكر محاسن موتانا، ونهينا عن الغيبة والتهكم والسخرية. وهذا الكتاب ينافي الأدب الإسلامي وتنظيره، وإنما أحاول في هذه السلسلة أن أقدم ما لا ينافي الذوق الإسلامي وتربيته الإيمانية، لكن الذي دعاني إلى إراده وأخرى قليلة مشابهة له أنه يعد من أندر الكتب في التاريخ الإسلامي، وعدم ذكره إجحاف بحق هذه السلسلة. وحاولت أن أتغلب على ما فيه من تجريح وتهكم بعدم ذكر أسمائهم ممن عرف عنه البخل، وقد أدرك الجاحظ نفسه هذا الأمر، واعتذر لهم وللقارئ مرتين لإيراده هذه الأخبار، لكنه رأى أنه لا يتوفر أبدا حسنها إلا بأن يعرف أهلها، وحتى تتصل بمستحقها وبمعادنها واللائقين بها، وفي قطع ما بينها وبين عناصرها ومعانيها سقوط نصف الملحة وذهاب شطر النادرة. وقال في آخر مقدمته: وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أربابها، وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها، إما بالخوف منهم وإما بالإكرام لهم. ولولا أنك سألتني هذا الكتاب لما تكلفته، ولما وضعت كلامي موضع الضيم والنقمة، فإن كانت لائمة أو عجز فعليك، وإن كان عذر فلي دونك. قال: ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: تبين حجة طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة، أو استفادة نادرة عجيبة. وأنت في ضحك منه إذا شئت، وفي لهو إذا مللت الجد. انتهى الهامش. البخلاء للجاحظ.
قال معاوية رضي الله عنه: لم أر تبذيرا قط إلا وإلى جانبه حق مضيع. قال الحسين بن المنذر: وددت أن لي مثل أحد ذهبا لا أنتفع منه بشيء. قيل: فما ينفعك من ذلك؟ قال: لكثرة من يخدمني عليه، لأن المال مخدوم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق الأيام في اليوم الواحد. قال أحدهم لابنه: إذا بسط الله لك في الرزق فابسط، وإذا قبض فاقبض، ولا تجاود الله، فإن الله أجود منك. قال بعضهم: كنت في منزل فلان فرآني أتوضأ من كوز خزف، فقال: سبحان الله، تتوضأ بالماء العذب والبئر أمامك؟ قال: ليس بالعذب، إنما هو من ماء البئر. فقال: فتفسد علينا كوزنا بالملوحة؟ قال: فلم أدري كيف أتخلص منه. سمع رجل الإمام الحسن البصري وهو يحث الناس على المعروف ويأمر بالصدقة ويقول: ما نقص مال قط من زكاة، ويعدهم سرعة الخلف، فتصدق بماله كله فافتقر. فانتظر سنة وسنة، فلما لم ير شيئا بكر على الحسن فقال: يا حسن، ما صنعت بي؟ ضمنت لي الخلف فأنفقت على عيدتك، وأنا اليوم مذ كذا وكذا سنة أنتظر ما وعدت. والخلف يكون معجلا ومؤجلا، ومن تصدق وتشرط الشروط استحق الحرمان. ولو كان هذا على ما توهمه ذلك الرجل لكانت المحنة فيه ساقطة، ولترك الناس التجارة، ولما بقي فقير، ولذهبت العبادة. وأما ليلى النائطية صاحبة الغالية من الشيعة، فإنها ما زالت ترقع قميصا لها وتلبسه حتى صار القميص الرقاع، وذهب القميص الأول، ورفت كساءها ولبسته حتى صارت لا تلبس إلا الرفو، وذهب جميع الكساء. وسمعت قول الشاعر: البس قميصك ما اهتديت لجيبه، فإذا أضلك جيبه فاستبدلي. فقالت: إني إذا لخرقاء، أنا والله أحوص الفتق وفتق الفتق، وأرقع الخرق وخرق الخرق. قال رجل: أكلنا عند بخيل يوما وبني له يجيء ويذهب، فاختلف مرارا، كل ذلك يرانا نأكل، فقال الصبي: كم تأكلون؟ لا أطعم الله بطونكم. فقال أبوه: ابني ورب الكعبة. قال: ودخلت على فلان ابن فلان، وإذا المائدة موضوعة بعد، وإذا القوم قد أكلوا ورفعوا أيديهم، فمددت يدي لآكل، فقال: أجهز على الجرحى ولا تعرض للأصحاء. يقول: أعرض للدجاجة التي قد نيل منها، وللفرخ المنزوع الفخذ، فأما الصحيح فلا تعرض له. وكذلك الرغيف الذي قد نيل منه وأصابه بعض المرق. من أفانين الشحاذين الكاغاني، وهو الذي يتجنن ويتصارع ويزبد حتى لا يشك أنه مجنون لا دواء له، لشدة ما ينزل بنفسه، وحتى يتعجب من بقاء مثله على مثل علته. العواء، وهو الذي يسأل بين المغرب والعشاء، وربما طرب إن كان له صوت حسن وحلق شجي. الإسطيل، هو المتعامي، إن شاء أراك أنه منخسف العينين، وإن شاء أراك أن بهما ماء، وإن شاء أراك أنه لا يبصر. المقدس، الذي يقف على الميت يسأل في كفنه، ويقف في طريق مكة على الحمار الميت والبعير الميت، يدعي أنه كان له، ويزعم أنه قد أحصر، وقد تعلم لغة الخراسانية واليمانية والأفريقية، وتعرف تلك المدن والسكك والرجال، وهو متى شاء كان أفريقيا، ومتى شاء كان من أهل فرغانة، ومتى شاء كان من أي مخاليف اليمن. قيل لبخيل:
قد رضيت بأن يقال إنك بخيل؟ قال: لا أعدمني الله هذا الاسم. قيل: وكيف؟ قال: لأنه لا يقال فلان بخيل إلا وهو ذو مال، فسلم إلي المال وادعني بأي اسم شئت. قيل: ولا يقال أيضا فلان سخي إلا وهو ذو مال، فقد جمع هذا الاسم الحمد والمال، واسم البخل يجمع المال والذم، فقد اخترت أخسهما وأوضعهما. قال: وبينهما فرق؟ قيل: فهاته. قال: في قولهم بخيل تثبيت لإقامة المال في ملكه، واسم البخيل اسم فيه حفظ وذم، واسم السخي اسم فيه تضييع وحمد، والمال زاهر نافع. أكل بخيل مع أمير، وعندما خاف فوات ما بقي استلب من يد الأمير اللقمة بأسرع من خطفة البازي، من غير أن يكون أكل عنده قبل مرته. فقيل له: ويحك، استلبت لقمة الأمير من يده وقد رفعها إليه من غير مؤانسة ولا ممازحة سالفة. قال: لم يكن الأمر كذلك، ولكن أهوينا أيدينا معا، فوقعت يدي في مقدم الشحمة، ووقعت يده في مؤخر الشحمة معا، والشحم ملتبس بالأمعاء، فلما رفعنا أيدينا معا كنت أنا أسرع حركة، وكانت الأمعاء متصلة غير متباينة، فتحول كل شيء كان في لقمته بتلك الجذبة إلى لقمتي لاتصال الجنس بالجنس والجوهر بالجوهر. قال يوسف بن عمر ابن عم الحجاج لقوام موائده: أعظم الثريدة فإنها لقمة الدرداء، فقد يحضر طعامكم الشيخ الذي قد ذهب فمه، والصبي الذي لم ينبت فمه، وأطعموه ما تعرفون، فإنه أنجع وأشفى للقوم. من مصطلحات الأكالين أن الشال الذي يتناول من القدر ويأكل قبل النضج وقبل أن تنزل القدر ويتتام القوم. المرسال إذا وضع في فمه لقمة هريسة أو ثريدة أو أرزة أرسلها في جوف حلقه إرسالا. اللكام الذي في فيه اللقمة ثم يكلمها بأخرى قبل إجادة مضغها أو ابتلاعها. النفاض الذي إذا فرغ من غسل يده في الطست نفض يديه على الماء فنضح على أصحابه. المحلقم الذي يتكلم واللقمة قد بلغت حلقومه. المسوغ الذي يعظم اللقمة فلا يزال في غص ولا يزال يسيغه بالماء. القطاع الذي يعض على اللقمة فيقطع نصفها ثم يغمس النصف الآخر في الصباغ. النهاش وهو الذي ينهش اللحم كما ينهش السبع. المداد الذي ربما عض على العصبة التي لم تنضج وهو يمدها بفيه ويده توترها له، فربما قطعها بنتره فيكون لها انتضاح على ثوب المؤاكل. الدفاع الذي إذا وقع في القصعة عظم فصار مما يليه، نحاه بلقمة من الخبز حتى تصير مكانه قطعة من لحم، وهو في ذلك كأنه يطلب بلقمته تشريب المرق دون طلب اللحم. المحول هو الذي إذا رأى كثرة النوى بين يديه احتال له حتى يخلطه بنوى صاحبه. اعتذر بخيل عن إطعام الناس لما رأى رجلا يأكل عجبا، وقال: ما ظنكم برجل نهش بضعة لحم تعرقا فبلع ضرسه وهو لا يعلم؟ وكان إذا أكل ذهب عقله، وجحظت عيناه، وسكر وانبهر، وتربد وجهه ولم يبصر. قال بعضهم:
يأكل الباقلة بقشوره، فإن الباقلة يقول: من أكلني بقشوري فقد أكلني، ومن أكلني بغير قشوري فأنا الذي آكله، فما حاجتكم إلى أن تصيروا طعاما لطعامكم وأكلا لما جعل أكلا لكم؟ قال الخليل بن أحمد: حم فلان وحم عياله وخادمه، فلم يقدروا مع شدة الحمى على أكل الخبز، فربح كيلة من الدقيق تلك الأيام، ففرح بذلك وقال: لو كان منزلي سوق الأهواز أو وادي الجحفة أو نطاط خيبر، أماكن تكثر فيها الحمى، لرجوت أن أستفضل كل سنة 100 دينار. فكان لا يبالي أن يحم هو وأهله أبدا بعد أن يستفضل كفايتهم من الدقيق. نصح بخيل ابنه فقال: أي بني، إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدوانيق، وإنفاق الدوانيق يفتح عليك أبواب الدراهم، وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير، والعشرات تفتح عليك أبواب المئين، والمئون تفتح عليك أبواب الألوف، حتى يأتي ذلك على الفرع والأصل، ويطمس على العين والأثر، ويحتمل القليل والكثير. وجلس الابن على المائدة ليأكل، فقال له والده البخيل: إياك ونهم الصبيان، ودع عنك نهش الأعراب، وكل ما بين يديك، فإنما حظك الذي وقع لك وصار أقرب إليك، واعلم أنه إذا كان في الطعام شيء طريف ولقمة كريمة ومضغة شهية، فإنما ذلك للشيخ المعظم والصبي المدلل، ولست واحدا منهما، فأنت قد تأتي الدعوات وتجيب الولائم وتدخل منازل الإخوان، وعهدك باللحم قريب، وإخوانك أشد شهوة إلى اللحم منك، وإنما هو رأس واحد، فلا عليك أن تتجافى عن بعض وتصيب بعضا، وأنا بعد أكثره لك الموالاة بين اللحم. ورأى شيخ رجلا يأكل اللحم فقال: لحم يأكل لحما، أف لهذا عملا. وقال بخيل معرضا بفائدة البخل لأمر: طالت أعمار الهند وصحت أبدان الأعراب. وقال: لما صار الضب أطول شيء عمرا إلا لأنه إنما يعيش بالنسيم. وقال ينصح ابنه قد بلغت 90 عاما، ما نقص لي سن، ولا تحرك لي عظم، ولا انتشر لي عصب، ولا عرفت دنين أذن، ولا وكف أنف، ولا سيلان عين، ولا سلس بول، وما لذلك علة إلا التخفيف من الزاد. فإن كنت تحب الحياة فهذه سبيل الحياة، وإن كنت تحب الموت فلا يبعد الله إلا من ظلم. وكان فلان أعجوبة في البخل، وكان يجيء من منزله ومعه رغيف في كمه، فكان أكثر دهره يأكله بلا أدم، فإذا أعيا عليه الأمر أخذ جوافة، ضرب من السمك غير جيد، فإذا أراد أن يتغدى أخذها فمسحها على وجه الرغيف، ثم عض عليه، وربما فتح بطن الجوافة فيطر جنبيها وبطنها باللقمة بعد اللقمة. وكان أبو فلان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال. وكان إذا كان يوم الجمعة اشترى لحم بقر بدرهم، واشترى بصلا بدانق، وباذنجانا بدانق، وقرعة بدانق، فإذا كان أيام الجزر فجزرا بدانق،
وطبخه كله فأكل وعياله يومئذ خبزهم بشيء من رأس القدر، وما ينقطع في القدر من البصل والباذنجال والجزر والقرع والشحم واللحم، فإذا كان يوم السبت ثردوا خبزهم في المرق، فإذا كان يوم الأحد أكلوا البصل، فإذا كان يوم الاثنين أكلوا الجزر، فإذا كان يوم الثلاثاء أكلوا القرع، فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان، فإذا كان يوم الخميس أكلوا اللحم، فلهذا كان يقول: ما فاتني اللحم منذ ملكت المال. عوتب بخيل في قلة الضحك وشدة القطوب فقال: إن الذي يمنعني من الضحك أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل إذا ضحك وطابت نفسه. قال أبو الحسن المدائني: كان بالمدائن تمار، وكان غلامه إذا دخل الحانوت يحتال، فربما احتبس فاتهمه بأكل التمر، فسأله يوما فأنكر، فدعا بقطنة بيضاء ثم قال: امضغها، فمضغها، فلما أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة، فقال له: هذا دأبك كل يوم وأنا لا أعلم، أخرج من داري. زعموا أن رجلا بلغ في البخل غايته وصار إماما، وأنه كان إذا صار في يده الدرهم خاطبه وناجاه وفداه، وكان مما يقول له: كم من أرض قد قطعت، وكم من كيس قد فارقت، وكم من خامل رفعت، ومن رفيع قد أخملت، لك عندي أن لا تعرى ولا تضحى. ثم يلقيه في كيسه ويقول: أسكن على اسم الله في مكان لا تهان ولا تذل ولا تزعج منه، وإنه لم يدخل فيه درهما قط فأخرجه، وأن أهله ألحوا عليه في شهوة وأكثروا عليه في إنفاق درهم، فدافعهم ما أمكن ذلك، ثم حمل درهما فقط، فكان أهله منه في بلاء، وكانوا يتمنون موته والخلاص منه بالموت والحياة بدونه، فلما مات وظنوا أنهم قد استراحوا منه، قدم ابنه فاستولى على ماله وداره، ثم قال: ما كان أدم أبي، فإن أكثر الفساد إنما يكون في الإدام. قالوا: كان يتأدم بجبنة عنده. قال: أرونيها، فإذا فيها حز كالجدول من أثر مسح اللقمة. قال: ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان لا يقطع الجبن، وإنما كان يمسح على ظهره فيحفر كما ترى. قال: بهذا أهلكني، وبهذا أقعدني هذا المقعد، لو علمت ذلك ما صليت عليه. قالوا: فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال: أضعها من بعيد فأشير عليها باللقمة. كان لبخيل مال لا يحصى، أتاه سائل فانتهره، ثم وقف عليه آخر فانتهره بغيظ وحنق، فأقبل عليه صاحبه وقال له: ما أبغض إليك السؤال؟ قال: أجل، عامة من ترى منهم أيسر مني. فقال له: ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا. قال: كل هؤلاء لو قدروا على داري لهدموها، وعلى حياتي لنزعوها، أنا لو طاوعتهم فأعطيتهم كما سألوني كنت قد صرت مثلهم منذ زمان، فكيف تظن بغضي يكون لمن أرادني على هذا؟ عاتب بخيل أخاه عندما رآه قدم طبق رطب يساوي دانقين لبعض أصحابه أمام بيته، وقال له: حدثني عن وضعك أطباق الرطب وبسطك الحصر في السكك
وإحضارك الماء البارد وجمعك الناس على بابي في كل جمعة، كأنك ظننت أن كنا عن هذه المكرمة عميا. إنك إذا أطعمتهم اليوم البرنية أطعمتهم غدا السكر، وبعد غد الهلياثة أنواع للتمر، ثم يصير ذلك بعد أيام الجمع في سائر أيام الأسبوع، ثم يتحول الرطب إلى الغداء، ثم يؤدي الغداء إلى العشاء، ثم تصير إلى الكساد، ثم الأجداء، ثم الحملان، ثم اصطناع الصنائع. والله إني لأرثي لبيوت الأموال ولخراج المملكة من هذا، فكيف بمال تاجر جمعه من الحبات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف، فكيف بمال تاجر جمعه من الحبات والقراريط والدوانيق والأرباع والأنصاف؟ كان أحدهم يأكل تمرا هو وأصحابه، فانطفأ السراج، وكانوا يلقون النوى في طست، فسمع صوت نواتين فقال: من هذا الذي يلعب بكعبين؟ قالوا: خير الناس للناس، وشر الناس للناس. حكوا عن كسرى أنه قال: احذر صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. قال أحد معاصري الجاحظ: كنت في سفينة وكنت في الذنب وكان في الصدر، فلما جاء وقت الغداء أخرج من سلة له دجاجة وفرخا واحدا مبردا، وأقبل يأكل ويتحدث ولا يعرض علي، وليس في السفينة غيري وغيره، فرآني أنظر إليه مرة وإلى ما بين يديه مرة، فتوهم أني أشتهيه وأستبطئه، فقال لي: لم تحدق النظر؟ من كان عنده أكل مثلي ومن لم يكن عنده نظر مثلك. قال: ثم نظر إلي وأنا أنظر إليه فقال: يا هناه، أنا رجل حسن الأكل، لا آكل إلا طيب الطعام، وأنا أخاف أن تكون عينك مالحة وعين مثلك سريعة، فاصرف عني وجهك. قال: فوثبت عليه فقبضت على لحيته بيد اليسرى، ثم تناولت الدجاجة بيد اليمنى، فما زلت أضرب بها رأسه حتى تقطعت في يدي، ثم تحول إلى مكاني فمسح وجهه ولحيته، ثم أقبل علي فقال: قد أخبرتك أن عينك مالحة وأنك ستصيبني بعين. قلت: وما شبه هذا من العين؟ قال: إنما العين مكروه يحدث، فقد أنزلت بنا عينك أعظم المكروه. فضحكت ضحكا ما ضحكت مثله، وتكالمنا حتى كأنه لم يقل قبحا، وحتى كأني لم أفرط عليه. قال ابن حسان: كان عندما رجل مقل، وكان له أخ مكثر، وكان مفرط البخل، فقال له يوما أخوه: ويحك، أنا فقير معيل، وأنت غني خفيف الظهر، لا تعينني ولا تواسيني ببعض مالك، والله ما رأيت قط ولا سمعت بأبخل منك. قال: ويحك، ليس الأمر كما تظن، ولا المال كما تحسب، ولا أنا كما تقول في البخل ولا في اليسر، والله لو ملكت 1000 درهم لوهبت لك منها 500,000 درهم. يا هؤلاء، فرجل يهب في ضربة واحدة 500,000 يقال له بخيل؟ قال بخيل: لم أنتفع بأكل التمر قط إلا مع الزنج وأهل أصبهان،
فأما الزنجي فإنه لا يتخير وأنا أتخير، وأما الأصفهاني فإنه يقبض القبضة ولا يأكل من غيرها ولا ينظر إلى ما بين يديه حتى يفرغ من القبضة، وهذا عدل. والتخير فرقة وجور، لا جرم أن الذي يبقى من التمر لا ينتفع به الأيال إذا كان قدام من يتخير. قيل لشيخ من أهل البصرة: ما لك لا ينمى لك مال؟ قال: لأني اتخذت العيال قبل المال، واتخذ الناس المال قبل العيال، وقد رأيت من تقدم عياله ماله فجبره الإصلاح ورفده الاقتصاد ورفده الاقتصاد وأعانه حسن التدبير، ولم أر لشهوتي تدبيرا ولا لشره صبرا. من مصطلحات الطعام المذموم في العطش الشديد عند العرب والأعراب الفظ، فإنه عصارة الفرث إذا أصابهم العطش في المفاوز. المجدوح، فإنهم إذا بلغ العطش منهم المجهود نحروا الإبل وتلقوا ألبابها بالجفان كيلا كي لا يضيع من دمائها شيء، فإذا برد الدم ضربوه بأيديهم وجرحوه بالعيدان حتى ينقطع فيعتزل ماؤه من ثفله، كما يخلص الزبد بالمخض والجبن بالأنفحة، فيتصافنون ذلك الماء ويتبلغون به حتى يخرجوا من المفازة. قال أعرابي: جعت حتى سمعت في مسامعي دويا، فخرجت أريد الصيد فإذا بمغارة وإذا هو جرو ذئب، فذبحته وأكلته وادهنت واحتذيت. قال الأصمعي: تعرق أعرابي عظما في الهامش، أي أكل ما عليه من اللحم نهشا بالأسنان، انتهى الهامش. فلما أراد أن يلقيه وله بنون ثلاثة قال له أحدهم: أعطنيه. قال: وما تصنع به؟ قال: أتعرقه حتى لا تجد فيه ذرة مقيلة. قال: ما قلت شيئا. وقال الثاني: أعطنيه. قال: وما تصنع به؟ قال: أتعرقه حتى لا تدري ألعامه ذلك هو أم للعام الذي قبله. قال: ما قلت شيئا. قال الثالث: أعطنيه. قال: وما تصنع به؟ قال: أجعله مخة إدام. قال: أنت له. كان عبد الله بن حبيب العنبري أحد بني سمرة يقال له آكل الخبز، لأنه كان لا يأكل التمر ولا يرغب في اللبن، وكان سيد بني العنبر في زمانه، وهم إذا فخروا قالوا: منا آكل الخبز. إذا أراد الأعرابي القرى ولم ير نارا نبح، فيجاوبه الكلب فيتبع صوته. ولذلك قال الشاعر: ومستنبح أهل الثرى يطلب القرى إلينا وممساه من الأرض نازح. ويدلك على أنه ينبح وهو على راحلته لينبحه الكلب قول حميد الأرقط: وعاو عوى والليل مستحلس الندى، وقد ضجعت للفور تالية النجم. فمنهم من يبرز كلبه ليجيب، ومنهم من يمنعه ذلك. العرب تفضل الرجل الكسوب والفر الطلوب، ويذمون المقيم الفشل والدثور الكسلان. ولذلك قال شاعرهم وهو يمتدح رجلا: شتى مطالبه بعيد همه، جواب أودية برود المضجع. ومدح آخر نفسه فقال: فإن تأتياني في الشتاء وتلمسا مكان فراشي فهو بالليل بارد. وقال آخر:
إلى ملك لا ينقص النائي عزمه خروج تروك للفراش الممهدي. والعرب يمدحون أصحاب النيران ويذمون أصحاب الإخماد، وكلما كان موضع النار أشد ارتفاعا كان صاحبها أجود وأمجد لكثرة من يراها على البعد. تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز لطاهر الجزائري. في الهامش: تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز، طاهر الجزائري، دمشق، مطبعة ولاية سوريا، 1303 هجرية، 128 هجري، 128 صفحة. رسالة تتضمن فرائد فوائد في حل معاقد معاقد قواعد توجب تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز كما قال المؤلف في مقدمته، ورتبها على مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة. عرف المعمى في المقدمة بأنه كلام يستخرج منه كلمة فأكثر بطريق الرمز والإيماء بحيث يقبله الطبع السليم، ويشترط فيه أن يكون له في نفسه معنى وراء المعنى المقصود بالتعمية. وعرف الإلغاز بأن يأتي المتكلم بعبارات يدل ظاهرها على غير ما أضمر وأشار إليه، ويدل باطلها بعد إمعان النظر عليه. وعنوان الباب الأول هو العمل التكميلي من علم المعمى الذي يتكون من القلب والإسقاط والتأليف. والباب الثاني هو في العمل التحصيلي، وهو على ثمانية أقسام: التنصيص والتخصيص، التسمية، الترادف والاشتراك، الكفاية، التصحيف، التلميح، التشبيه، الحساب. والباب الثالث في العمل التسهيلي، وهو ما يسهل أحد العملين السابقين، وأقسامه أربعة: الانتقاد، والتحليل، والتركيب، والتبديل. والباب الرابع في الألغاز، وقد سبق عرض كتاب في المعمى فلم أنقل منه هنا إلا فقرتين والباقي من الباب الرابع. والمؤلف هو الشيخ طاهر بن صالح أو محمد صالح بن أحمد السمعوني الجزائري ثم الدمشقي. أصله من الجزائر، ومولده ووفاته في دمشق، من أكابر العلماء باللغة والأدب في عصره. كان كلفا باقتناء المخطوطات والبحث عنها، فساعد على إنشاء دار الكتب الظاهرية في دمشق، وجمع فيها ما تفرق في الخزائن العامة، وكان من أعضاء المجمع العلمي العربي، وسمي مديرا لدار الكتب الظاهرية، وتوفي بعد ثلاثة أشهر سنة 1338. وكان يحسن أكثر اللغات الشرقية كالعبرية والسريانية والحبشية والزواوية والتركية والفارسية، وله نحو 20 مصنفا، منها الجواهر الكلامية في العقائد الإسلامية، وشرح خطب ابن نباتة، وتفسير القرآن. ومن أجل آثاره التذكرة الطاهرية مخطوطة، وهي مجموعة كبيرة في موضوعات مختلفة، وفي الخزانة الظاهرية بدمشق 28 دفترا بخطه، منها ما هو تراجم ومذكرات وفوائد تاريخية وأسماء مخطوطات مما رآه أو قرأ عنه. انتهى الهامش. تسهيل المجاز إلى فن المعمى والألغاز. لا ينبغي للأديب أن يكون عاريا من معرفة فن المعمى والألغاز وما شاكلهما، فإن ذلك مما يشحذ الأذهان ويرشحهما لمعرفة سحر البيان، كما أنه لا ينبغي له أن يتولع به ويجعله قصارى جهده ونهاية علمه، ولا ينبغي أن يورد منها في المحاضرات ما لا يستخرج إلا بعد إجهاد الفكر، وأن لا يغض من قدر الأفاضل الذين لم يفتح عليهم في استخراجها، فقد كان النظام على تمكنه في العلوم على اختلاف أجناسها وأبوابها لا يقدر على حل سهل الألغاز فضلا عن صعابها.
ومن مسائل فن المعمى رسالة مبنية على السؤال والجواب، وهي قوله: سؤال: ملك قال لخدامه: اشتروا لي شتاء، فاشتروا له جملا ووافق مطلوبه، فأي مناسبة بين الجمل والشتاء؟ الجواب: وجه التناسب أن الشتاء قلبه آتش، ومرادفه في العربية نار، وهو بالتصحيف بغل، ومرادفه في الفارسية أستر، وتصحيفه أشتر، ومرادفه في العربية جمل، وهو المطلوب. وطريق آخر في التخريج، وهو أن تجعل تصحيف مرادف آتش وهو نار بار، ومرادفه في العربية حمل، وتصحيفه جمل. قال المؤلف: وأظن أن القصة مصنعة، وإن صحت كان الاستخراج بمعونة قرائن حالية. ومن الألغاز قول بعضهم في بيتين من الشعر: وما آكل في قعدة ألف لقمة ولقمته أضعاف أضعاف وزنه، إذا نزل المأكول جنبيه لم يقم سوى لحظة أو لحظتين ببطنه، وهو قالب الطوب واللبن. وقال أبو العلاء المعري: سعت ذات سم في قميصي فغادرت به أثرا، والله شاف من السم، كست قيصرا ثوب الجمال وتبعا وكسرى، وعادت وهي عارية الجسم، وهي الإبرة. ولبعضهم: ألا أخبروني أي شيء رأيتم من الطير في أرض الأعاجم والعرب، وليس له لحم وليس له دم وليس له عظم وليس له عصب، ويؤكل أحيانا طبيخا وتارة قليا ومشويا إذا دس في اللهب، ولا هو حي ولا هو ميت، ألا أخبروني إن هذا هو العجب، وهي البيضة. وقوله من الطير أي حاصل من الطير، فمن هنا ليست للبيان، كما في قولك: خاتم من فضة، فانتبه لهذا، فإنها كثيرا ما يقع بها الإبهام. وألغز الصاحب بهاء الدين زهير فقال: وأسود عار أنحل البرد جسمه، وما زال في أوصافه الحرص والمنع، وأعجب شيء كونه الدهر حارسا، وليس له عين وليس له سمع، وهو القفل. وألغز الخطيب الحصكفي فقال: أتعرف شيئا في السماء نظيره، إذا سار الناس حيث يسير، فتلقاه مركوبا وتلقاه راكبا، وكل أمير يعتليه أسير، يحض على التقوى ويكره قربه، وتنفر منه النفس وهو نذير، ولم يستزر عن رغبة في زيارة، ولكن على رغم المزور يزور، وهو نعش الموتى. انتهى الوجه الأول.